هذا سائل يقول: إذا كان هناك كتاب في الفقه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيرجو من فضيلتكم أن تدلوه عليه. ليس للشيخ كتاب في الفقه، إنما له فتاوى، فتاوى في العقيدة وفي الفقه، وفي فتاوى عامة، أما كتاب مخصص في الفقه ليس له شيء من ذلك. نعم. تقول السائلة: ما حكم استخدام حبوب منع الحمل من أجل تنظيم النسل؟ ما يجوز تناول حبوب منع الحمل إلا لضرورة لا بد منها، تنظيم النسل ليس ضرورة، فلا يجوز أخذ الحبوب من أجله. نعم.